بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ محمد إسماعيل مدرس الرياضيات بمدرسة تبارك الخاصة. بادي زي بدء أوجه الشكر والتقدير للأستاذ يونس الرحبي رئيس مجلس الإدارة الذي قام بدور وتخصيص منصة إلكترونية مخصوص لتدريس الطلاب عن بعد، خاصة في هذه الظروف الراهنة. متمنين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن تعم الفائدة على الطلاب، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد إسماعيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب المرحلة الثانوية. إن شاء الله اليوم بنواصل الدروس على الهواء، وبيكون آخر درس اليوم معنا اللي هو سجل الرواتب. سجل الرواتب نشوف بعض التعريف أولا، وبعد كده بندخل على حل المسائل. في عندي الآتي بيقول لي: العاملون في أي مؤسسة يستلمون أجورهم؟ إيه نظام الأجور في أي مؤسسة؟ فبيقول في حاجة اسمها أجر بالساعة زي النادل، والأجر باليوم مثل عامل النظافة، وكمان أجر شهري مثل معلم، طبيب، مهندس، وده بيكون على حسب الاتفاق بين الشخص وبين أي مؤسسة أو بين أي مصلحة بيعمل فيها. بعد كده أنواع العمل. أنواع العمل عندي الآتي: في بالراتب، خلاص الموظف ليه راتب شهري بس وملوش غير الراتب زي الموظفين، موظفين الحكومة، أو موظف في أي مصلحة ليه راتب وعليه إنه يقوم بأداء العمل بتاعه. وفي بعد كده عندي العمولة. ما في أحيان العمولة ده نوعين: أحيانا تبقى العمولة كاملة، يعني هو ما يكون حسب إنتاجه يكون بيعه أو يكون عمولته، ويتم الاتفاق لك عمولة 5% 10% 15% من جملة المبيعات. ده الكلام ده لو ما فيش راتب. وأحيانا تبقى العمولة مع راتب، يعني ليه راتب ولكن إذا زاد الإنتاج كمان ليك عمولة، فتحفيز للعامل لزيادة العمل والإنتاج. بعد كده عندي كمان العمل بالقطعة. في عمل بالشهر يعني بالراتب، وعمل بالقطعة، وخاصة دي في الأشياء اللي فيها إنتاج، يعني إنتاج وحدات زي مثلا اللي هو على سبيل المثال اللي هو اللي صانع الدشاديش أو صانع الكمم. فإذا كان هو بالراتب فهيكون العمل يعني على مهلك كده بشويش، واحدة واحدة واحدة. لكن لو بالقطعة يبقى هو عنده حافز، يعني لانه كل ما يزيد عدد القطع بيزيد الايه؟ بيزيد الدخل بتاعه، فبيبقى بيكون عنده حافز كبير للعمل. بعد كده بيكون عندي اللي هي العمل الاضافي. طبعا اي موظف ليه فترات معينه للعمل على حسب عدد الساعات. بعد كده اذا عمل اضافي بيتم الاتفاق ان كل ساعه مثلا ليها اجرها كذا، او حسب القطعه ليها كذا، حسب الاتفاق. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لموضوع العمل الإضافي. يبقى ده بالنسبة لمين؟ أنواع العمل. بعد كده بننتقل إلى التعريف دي. العمل بالقطع، وإحنا قلنا الكلام ده، في أجور تدفع مقابل أعمال محددة ينجزها العامل أو الموظف مثل الخياطة والبناء والحلاق. دي اللي هي بالقطع. طب الحلاق إيه بالقطع؟ يعني كل واحد حلق لواحد، حلق اثنين، حلق ثلاث كده يعني. الخياط اللي هو على حسب عدد الأثواب. البناء مثلا على حسب الوحدات اللي بيبنيها، بيتم الاتفاق على كده، ان كانت بالمتر، ان كان بالمبنى، ان كده على حسب الايه؟ الاتفاق. بعد كده عندنا العمل الاضافي، وقلنا قبل كده برضه هو عمل ينجزه الافراد او الموظفين اكثر من ساعات العمل المعتاده، وتدفع لهم اجور نظير عملهم الاضافي. وبعد كده العموله، وقلنا برضه العموله نفس الشيء، هي مبالغ يتقاضاه الموظف او العام زياده على الراتب الاساسي. ده بالنسبة لواحد زي ما قلنا، ده نوعين: نوع يبقى بس عمولة فقط، والنوع الثاني راتب وكمان الزيادة يبقى ليه عمولة. بعد كده كمان بيقول: لدى كل مؤسسة سجل الرواتب لتنظيم وترتيب البيانات التي يحتويها. وهذا السجل ينقسم إلى ثلاث أجزاء، وهنشوف احنا برضو نتعرض ازاي يكون سجل الرواتب من خلال الأمثلة حتى نشوف الكلام. عندنا الآتي: أول حاجة اللي بنقسم إليه الثلاث أجزاء هي إعداد سجل الرواتب، أدي رقم واحد.
اتنين اعداد سجل لكل موظف على حدة بالمبالغ التي يحصل عليها عشان يكون معروف الموظف ايه ده اللي بياخده المبالغ اللي بيتقاضاها. ثلاثة تدوين سجل الرواتب في اليومية. بعد كده كمان عندنا البيانات الهامة عن كل موظف. اي موظف عشان لعملية التنظيم وسهولة الامر ده بيكون ليه رقم تسجيل خاص بيه زي على مستوى الدولة مثلا الرقم القومي كبطاقة او كشخص، وحتى الآن يستخدم في كل المصالح اللي هو الرقم القومي. أما كموظيفة يبقى أنا بتكلم كوظيفتي أنا، يبقى لي رقم خاص بالموظف في المصلحة اللي أنا فيها. اتنين تفاصيل حول الراتب، يعني لازم نوضح راتبه كذا مقابل كذا. بعد كده كمان معلومات حول ساعات العمل، كم ساعة في اليوم للعمل عشان إذا زاد عن كده يبقى فيها اسمها حاجة اسمها عمل إضافي. بعد كده الاستقطاعات، لو كان في يتم الاستقطاع يمكن بنك يمكن تبرع يمكن على حسب الاستقطاعات، ونبين الكلام ده بالنسبة لمين بالنسبة لموضوع. بعد كده الفرق بين الراتب الإجمالي وصافي الراتب. كلمة راتب إجمالي، الراتب الإجمالي كل موظف في حاجة اسمها راتب إجمالي، جملة المبالغ اللي يستحق أن يأخذها. لكن في حاجة اسمها استقطاعات، استقطاعات دي ربما تكون تأمين صح، ربما يكون تبرع، ربما يكون خصم بنك، لكن اجمالي الراتب قبل الخصومات يبقى ده اسمه اجمالي الايه الراتب. بعد كده صافي الراتب ده هيكون الفرق بين مين، بين الاجمالي الراتب والخصومات. يبقى ده بالنسبه الراتب الاجمالي هو الراتب الذي يحصل عليه المستخدم قبل حدوث اي عمليه استقطاعات. بعد كده صافي الراتب طبعا هو الايه الفرق بين الايه اجمالي الراتب وصافي الايه وصافي والكميات الايه الخصومات. يتبقى من الراتب بعد الاستقطاعات، او بقول اجمالي الراتب ناقص الخصومات. بعد كده الفرق بين العموله والعلاوه، وقلناها قبل كده. العموله اللي هي التي تمنح عند تحقيق مستويات انتاج مستهدفه في الاعمال التي يؤدونها، يتم الاتفاق معها اذا تم بيع مثلا اكثر من 1000 ريال فيبقى فيه 2% عموله، أو إذا زادت كمان تزيد العمولة. ده تشجيع لمين؟ وحافز للعامل إنه ينتج أكتر. بعد كده كمان عندي العلاوة. العلاوة دي آلية، علاوة بيتم الاتفاق عليها إما كل سنة بيزيد مبلغ معين أو مميزات تانية. هي آلية لتشجيع المستخدم للوصول لهدف معين من خلال منح هذه العلاوة، بنسميها مبلغ إضافي أو مميزات أخرى. بعد كده كمان العمولة المتزايدة، وقلنا كلمة عمولة متزايدة دي بيتم الاتفاق عليها. إذا بعنا مثلا في ال5000 الأولانيين دول، في أول 5000 يبقى ليهم مثلا 3% عمولة. طب زدنا عن 5000 بقينا 7، قال يبقى الزيادة دي يروح متفق على عمولة زيادة. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لموضوع العمولة المتزايدة، وهي التي تزداد فيها نسبة العمولة كلما زاد حجم المبيعات. بعد كده نشوف، بيقول لي اكتب ملخص سجل الرواتب في الشكل الآتي. عندي هنا ودي مهم كده عشان نعرف برضو ايه سجل الرواتب، ايه سجل بتكتب فيه ايه سجل الرواتب. يقول لك ايه الاشياء التي تكتب في سجل، تكون عارفين الكلام ده. بيانات الموظف طبعا، اسمه، فترات العمل بين الايام، عدد الايام يعني، وايام هل في عمل اضافي ولا ما في عمل اضافي، الاجر اليومي بياخد كام في اليوم، وبعدين الاجر العادي اللي هو عدد الايام اللي عملها في عدد في الاجر اليوم اللي هو اللي هنا موجود عندنا في الشكل المقابل 20 يوم واليوم ب 12 اضربهم اديني 240 ريال. في عمل اضافي يتم التوضيح، في عمل فيه ما فيش يبقى نعمل شرطه يعني ما فيش عمل اضافي. يبقى الاجمالي طالما ما فيش اضافي يبقى هو ايام العمل العاديه يبقى هو ال 240. بعد كده الخانه الاخيره خصومات، في خصم اول وثاني وثالث، كل واحد يبقى ليه خصم معين. الاولى ما مثلا يمكن يكون تبرع، الثانية يمكن بنك على حسب، وهكذا. يبقى عندي ثلاث خصومات أو في مثلا منهم تبرع. بعد كده في خانة اسمها مجموع الخصومات. طب أنا عايز صافي الراتب، يبقى هو إجمالي الراتب ناقص مجموع الخصومات يديني صافي الراتب. وإذا كان المبلغ ده يصدر بشيك فبيقول لك الشيك رقم كذا. بعد كده نشوف الآتي، آدي ملخص سجل الرواتب نكون فاهمين. نفس اللي موجود ده هنلخصه في الايه في سجل ايه تفاصيل الراتب. عندك ثلاث خانات، اجر العمل اليومي، الاجر الايام العاديه، والعمل الاضافي، واجمالي الراتب. هم دول اللي هكتبهم مكتوبه حتى،
الراتب الاساسي العمل الاضافي اجمالي الراتب، كام الراتب الاساسي عندي؟ 240، اروح كاتب 240. طب في عمل اضافي؟ لا فاضي، يبقى نترك فاضي مكانه ما نكتبش. اجمالي الراتب يبقى اذا ما طالما ما فيش عمل اضافي يبقى هو اجمالي الراتب هو 240. اما الخصومات كم خصم عندي؟ ثلاثه، الاولاني اللي هو هبات لاعمال خيريه، تبرع لاعمال خيريه واحد، كم؟ 5 ريال، ادي 5 ريال. قسط التقاعد ايوه اللي هو المعاش والتامين كم عندي؟ ها يبقى عندي اللي هو تامين معاش اللي هو 55، او ربما يكون قسط سياره مثلا على حسب، هنا مكتوب قسط يبقى قسط 55، اسجل 55. بعد كده في حاجه اسمها تامين صحي طبعا مقابل الخدمات اللي بياخدها من الدوله، كم تامين الصحي؟ 8 ريال، اروح مسجل 8 ريال. بعد كده في خانه اسمها مجموعه الخصومات، اجمع الخصومات الثلاث الخمسه وال 55 وال 8 والناتج الديني 68 ريال، هي اسمها مجموع الخصومات. عايز الصافي نطرح مين من مين؟ اجمالي الراتب ناقص مجموع الخصومات، يبقى يعني 240 ناقص 68 ويديني الناتج 172 ريال. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لموضوع سجل الرواتب وحاجه اسمها ملخص سجل الرواتب. ده كمان بننتقل للمثال الاتي. مثال ربما يديني اللي فوق فقط، يعني تعمل ساعات في مصنع للمنسوجات براتب، نخلي ده اسم، خلي بالنا ده اسمه الراتب 350 ريال، وتتقاضى 200 ليسه لكل منسوج تصنعه، كما تحصل على عموله 5% من حجم المبيعات. كمان في عموله، طب العموله دي بقى لازم في انتاج التي تقوم ببيعها لصالح المصنع، وتتبرع بمبلغ، يبقى ده اسمه خصومات، وكمان يخصم 25 كقسط للتقاعد، كمان خصومات ثانيه. اكمل سجل الرواتب، هنكمل السجل، وربما يديهولي وربما يطلب الطلبات بدون ما يديني سجل الرواتب، فنكون ده فاهمين بالنسبه لموضوع الايه السجل هنا. فبيقول هي انجزت 20 منسج منسوج، يعني 20 كم 20 لحاف على حسب 20 دشداشه، وباعت كل وباعت منسوجات للمصنع بقيمه 1500 ريال. عايزين نكمل الكلام ده، هنبدا نشوف ايه اللي عندي انا. مكتوب عندي سعاد ومكتوب اجر الايام 22، مش مكتوب حاجه على بيان لا ايام العمل ولا الاجر اليومي، لكن مكتوب ايام اجر الايام العاديه، يبقى ده اسمه اللي هو الراتب. كام الراتب؟ الراتب عندي كام؟ 350، اسجله فين؟ في اجر الايام العاديه. يبقى اذا اروح اسجل هنا اللي هو 350 ريال. احيانا يقول لك اطلب الاجر اليومي، يبقى الاجر اللي هو الراتب الايام العاديه تقسيم عدد الايام يديني الاجر اليومي اذا طلب مني كده. طيب بعد كده العموله، في عموله ولا ما فيش؟ نشوف ايه العموله. العموله زي ما انتم شايفين اهي، قال لي عموله 5%. طب طالما في عموله يبقى في حجم مبيعات، كامل المبيعات عندي 1500، واضحه عندي؟ واضحه. يبقى كان العموله هو قيمه اللي هي المبيعات اللي باعها ضرب العموله اللي هي 1500 ضرب 5% ضرب 5 على 100، يديني الناتج 75 ريال. اروح اسجل العموله اللي طلعت بقى في خانه العموله، يبقى اكتب هنا 75 ريال. بعد كده العمل بالقطعه، ادي العمل بالقطعه، في عمل ايوه في عمل بالقطعه لما قال هتتقاضى 200 بيسه لكل منسوج، وقال لي طب طالما في عمل اللي هو عمل بالقطعه يبقى لازم اكون عارف عدد القطع اللي انتجتها، فهي انجزت كم؟ انجزت 20 منسوج. يبقى عشان اجيب العمل بالقطعه فهنا هنضرب مين؟ اللي هي ال 20 في ال 200، بس هنا عشان 200 بيسه بنحولها الى ريال، يبقى نقول له 200 اللي هي ال 20 الاول ضرب فاصل 2 بدل من عشان يبقى المبلغ بالريال، ضرب فاصل 2، والا هتديني مبالغ كبيره. يعني هيديني المبالغ لو بالبيسات هتديني 4000 بيس، ما هي معناها 4 ريال، لكن الناتج لو عملتها قلتها ريال يبقى الناتج يديني 4 ريال. جبت العمل بالقطع اسجلها بالعمل بالقطع، اروح كاتب في خانه العمل بالقطع 4 ريال. بعد كده العمل الاضافي، هل في عمل اضافي؟ ما فيش، خلاص. يبقى بعد كده اجمالي الرواتب الخانه اللي بعديها اللي انا اجيبها، يبقى هكتب اجمالي الرواتب. طب مين اجمالي الرواتب؟ ان انا اجمع اجر الايام العاديه والعموله والعمل بالقطع، اجمعهم الثلاثه، هو ده اسمه اجمالي الراتب، يبقى بيساوي 350 زائد 75 زائد 4، ونجمعهم ونشوف الناتج، طلع لي 429، اروح اسجله في مين؟ في اجمالي الراتب، سجلناه. بعد كده موضوع الخصومات،
يبقى لازم نشوف فين في خصومات ولا لا. طبعا بنرجع للمسألة، احيانا في خصوم، في خصم، في خصمين، في ثلاثة، حسب الموجود. قال الخصومات، ادي الخصومات واضحة، اي واضحة عندكم، حتى ملونها لكم عشان تاخدوا بالكم. يبقى تتبرع بمبلغ كام؟ 20 ريال، يبقى ادي الخصومات ايه؟ ب 20 بس. لا، وفي خصومات كمان، قسط التقاعد 25، يبقى ادي كمان 25. في تاني؟ مفيش، يبقى نقول له نجمعهم. اداني 45 ريال، يبقى دي الخصومات اللي احنا جمعناها زي ما انتم شايفين. اروح مسجلهم فين؟ في خانه مجموع الخصومات. حتى ممكن اللي انا ملونهم دول اجمعهم، يبقى نقول ايه؟ جمعهم، الناتج يساوي 45. انتهينا من كده. بعد كده باقي الصافي. طب ازاي اجيب الصافي؟ اللي هو مين بقى؟ الاجمالي ناقص الخصومات، يبقى ادي الصافي. الصافي الراتب عباره عن مين؟ الاجمالي ناقص، اجمالي الراتب ناقص الخصومات. اللي انا عاملهم باللون الاحمر واضح، يبقى عباره 429 ناقص 45. اسجل الكلام ده، هيديني الناتج 384 ريال. وبعد كده اروح مسجل صافي الراتب، وبكده نكون احنا انتهينا من يعني حل هذا المثال. وطبعا واضح ان في يعني اكثر من فكره، عمل بالقطعه، في عموله، في خصومات، في كده يعني. فبنجيب الكلام ده ويفضل نحلها بخطوات زي ما انتم شايفين. احيانا الناس تحلها كده بمجرد النظر، لكن السرعه بتكون سبب ان الواحد ممكن يخطئ. نخلي بالنا واحده واحده، درج درج، وعلى الله الفرج. ونقول لكم يعني نشكركم على حسن استماعكم، مع تحيات الأستاذ محمد إسماعيل. وفي النهاية نقول لكم، وإلى أن نلتقي لكم، منا أطيب الأماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكده الحمد لله نكون انتهينا من شرح الدرس بإذن الله تعالى، ونتمنى من الله تعالى أن يكون الطلاب استفادوا من هذا الأمر. وإن شاء الله هنتواصل تباعا على منصة تبارك التعليمية في عرض باقي الدروس بإذن الله تعالى. وإن شاء الله هيكون في واجبات مرتبطة بالدرس، وواجبات تانية إن شاء الله هنعملها على الإيميل بتاع المدرسة. والمطلوب من الطلاب أن يتابعونا في هذا الأمر، ونتمنى من الله تعالى الاستفادة لينا وليكم. وأترككم في النهاية في رعاية الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.